هل إذا ثبتت الرضاعة؟ نعم. يقول هل إذا ثبتت الرضاعة بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة؟ هل إيش؟ هل إذا ثبتت الرضاعة؟ نعم. بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة وفرق بينهما، فهل يكون للمرأة عدة أم لا؟ نعم، تستبرأ رحمها لئلا تكون حاملا، فيفرق بينهما وتعتد المرأة، فإذا أكملت العدة تتزوج لئلا يكون رحمها مشغولا بحمل. نعم.